لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدل حكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام الحضور والمتابعين لهذه الحلقات عبر الشبكة العنكبوتية، وأسأل الله تعالى يعني أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في الفردوس الأعلى. ما زلنا في دراسة يعني كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية، وقسم الكتاب إلى فترات زمنية، ونحن نبدأ في الفترة ما بين بدء الوحي المبارك على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والهجرة المباركة. وهذه الفترة تشتمل على إشراق شمس النبوة، بدء الوحي كما ترجم البخاري في أول كتبه في صحيح البخاري، ثم فترة الإصرار بالدعوة المباركة، واللي استمرت حوالي 4 سنوات، وبدأت من إشراق شمس النبوة يعني إلى إسلام يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب، وبنزول يعني قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين، وقوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. فتحولت الدعوة من الفترة السرية التي كانت في هذه الفترة تعرض على من يغلب على الظن الدخول في الدين الجديد وكتمانيا أمر المسلمين، إلى فترة الجهر بالدعوة وتسفيه يعني الآلهة الباطلة، وقامت قيامة يعني قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت إلى الهجرة المباركة، ودي المرحلة في الفترة الزمنية المقبلة إن شاء الله تعالى. إشراق شمس النبوة، حديث البخاري حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني بداية الرؤيا بداية النبوة كانت بالرؤيا الصالحة. ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فطبعا في جبل النور يعني في مكة المكرمة، ومعروف يعني حتى الآن ومن المزارات في مكة التي يعني يقصدها يعني من يريد أن يتعرف على هذه الأماكن الطيبة. فكان يتحنث يقول وهو التعبد، تحنث هو التعبد، وكلمة هو التعبد يقول مدرج يعني في الحديث، والإدراج في الحديث أن يدخل في حديث النبوة ما ليس منه من كلام الصحابي أو التابعي فمن بعدهما،
ويعرف هذا الإدراج بتتبع طرق الحديث، وجدوا أن هذا الإدراج يعني من الإمام الزهري، وهو إمام زمانه في زمان صغار التابعين. فيتحنث فيه هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله وتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وفي غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، النبي أمي صلى الله عليه وسلم، يعني الله جل يعني تولى تربيته وتعليمه، فلم يتتلمذ على يدي يعني بشر، بل صار أستاذ البشرية، و يعني الله جل تولى تربيته وتعليمه. قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، يعني ضمة شديدة، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. يعني الملك جبريل عليه السلام ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضمة ثم أرسله فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها يعني بهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة. يعني صور الموقف، واحد قاعد في غار في الجبل بعيد عن الناس متفرغ للعبادة والطاعة، ويأتيه يعني من يضم هذه الضمات الثلاثة، وهو بشر يعني من البشر ولكنه خير البشر صلى الله عليه وسلم. فرجع يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. فانظروا المرأة الصالحة يعني كيف تخفف عن زوجها، ولم تقل له لماذا كنت تجلس في هذا المكان وأنت وحدك ويمكن أن يأتيك أي شيء. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل هو الضعيف، وتكسب المعدوم هو الفقير، وتخري يعني تضيف الضيفة، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أدت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس، يعني الوحي الذي نزل أو نزل الله على موسى، يا ليتني فيه جذعا. جذع اللي هو الشاب، يعني قل يتني قويا يعني شديدا، ليتني أكون أحيا إذ يخرجك قومك. يعني هذه سنة من سنن الرسل مع قومهم أن يخرجوه يعني من بلده، كما قال قوم شعيب لشعيب لأخرجنك من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفطر الوحي. فهذه قصة بدء الوحي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله جل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه حتى يظهر شيئا فشيئا. فأول ذلك الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة من الإيه، من يعني من الوحي، جزء وستة وأربعين جزء من النبوة، وبقاء جزء من النبوة ليس بقاء للنبوة يعني. ولذلك لما كانت رؤية جزء من الوحي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم أحد في الرؤية بغير إيه، بغير علم. فأول ذلك الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة بالنسبة للمؤمن، لأن الكافر يمكن أن يرى رؤيا كما في قصة الملك، يعني في قصة يوسف. وحبب إليه الخلاء والابتعاد عن الخلائق، وذلك من أجل التعبد والخلوة بالله عز وجل. وكيف لا تتعلق نفس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالعبادة وتحبب يعني إليه، وهو النبي الخاتم الذي يعده الله عز وجل لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، والوصول إلى المراتب العالية والارتفاع إلى المنازل العالية، ليكون بيسر وسهولة
لكن بمعاناة ومشقة، وهذا ما يشير إليه ضم جبريل عليه السلام لرسولنا صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منه الجهد. وإن كانت الدعوة تحتاج إلى جهد ومشقة ومكابدة، فتلقي الوحي كذلك، أنه يتلقى عن ملك، فتلقي الوحي كذلك كان غالبه بجهد ومشقة ومكابدة، كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم قد سئل كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، يعني ينفصل عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، كان في قصة جبريل، حديث جبريل لما أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب، فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتصبب يعني عرقا صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد. ده يدل عن أن تلقي الوحي في معاناة وفي مشقة، فكان يعاني من تلقي الوحي وتبليغ الدعوة. وإن كان الدعاء إلى الله عز وجل يعانون مشق الدعوة، فإن الرسل الكرام لعظم أجرهم وجليل قدرهم يجمعون بين معاناة الدعوة والتلقي عن الله عز وجل، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. في هذا الحديث، يعني حديث بدء الوحي في صحيح البخاري، فوائد وأثار إيمانية. واحد، فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي وبركة الخلوة من أجل العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، ودل عليها كذلك قوله عز وجل حكيا عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وكذلك قصة أصحاب الكهف، وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم يعني من أمركم يعني مرفق. فجعل الله عز وجل لهم المخرج في هذا الكهف في الجبل، كهف يعني من حجارة صماء. وأيضا في هذه الآية تسمية الدعاء يعني عبادة، فلما اعتزلهم وما يعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وتلا قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، يعني وقال الدعاء هو العبادة، من عبادة التضرع والتذلل والخشوع، ويتجلى ذلك في الدعاء. والإمام ابن القيم في الوابل الصيب يعني ذكر مراتب العبادات، يعني قال إن الذكر أفضل من الدعاء، يعني قال واستدل بالحديث من شغله يا ذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين. وقال أين الدعاء من الذكر، أن الدعاء طلب حوائج للعبد والذكر ثناء وتمجيد لله عز وجل. وقال بأن القرآن أفضل من الذكر، تلاوة القرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل. وقال بأن الصلاة أفضل من تلاوة القرآن لأنها تشتمل على القرآن والذكر والدعاء وتشتمل على سائر هذه العبادات، ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله يرجح على الفاضل، كمن يقرأ القرآن مثلا وسمع ألقى عليه أحد السلام فيقطع القراءة ويرد عليه السلام، هذه عبادة تفوت بوقتها، ولكن يمكن أن يرجع القرآن يعني مرة ثانية. من الفوائد والأثار الإيمانية فضل الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له، فقد كانت الرؤية الصالحة بداية إشراق شمس النبوة. بدأت النبوة بالرؤية الصالحة 6 أشهر، وبعض الناس بيقول في مناسبة بين أن الرؤية 6 أشهر وأن فترة الوحي 23 سنة، والحديث يعني جزء الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، ولكن يعني قالوا أن هذا لم يأتي قصدا، يعني أن هو إيه أن دي 6 أشهر والواحد 23 سنة يعني 1 على 46، ولكن هذا الواقع في نفس الايه في نفس الامر يعني. ففي فضل الرؤية الصالحة وانها كانت بداية النبوة. ثالثا، فضل امنا خديجة رضي الله عنها وكيف انها مثال للزوجة الصالحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج الى زوجة والى ام، ولذلك يعني كانت يعني تكبره، كان هو سنه 25 سنة وهي 40 سنة، يعني اكبر منه 15 سنة.
ولما كبر سنه تزوج يعني عائشة، وكان سنها 6 سنوات، زوجها بمكة ودخل بها المدينة وسنها 9 سنوات، فكانت كأنها زوجة وبنت في نفس الأمر، فكان يجمع لها بين حنان الأب وحنان الزوج. ففي هذا الحديث فضل أمنا خديجة رضي الله عنها، وكيف أنها تعين يعني زوجها على العبادة والطاعة، وكيف تستقبل الزوجة زوجها إذا عاد مهموما، وكيف تسعى لتفريج همه وتنفيس كربه. مش أول ما يدخل تقول أنت عملت كذا وكذا وحصل كذا وكذا، لا، هي خففت عنه صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ورقة بن نوفل من أجل يعني أن يبين له يعني ما حدث. فخففت عنه أولا بأنه من اتصف بالصفات الفاضلة لا يمكن أن يخزيه الله، بل لا ود أن يرفعه أن يكرمه. الذي يتصف بهذه الصفات يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، من اتصف بهذه الصفات لا ود أن يكرمه الله عز وجل. ثم لم تقتصر رضي الله عنها على ذلك، حتى ذهبت به إلى ورقة بن نوفل فبشره بالنبوة، وكيف لا تكون خديجة رضي الله عنها كذلك، وقد اصطفاها الله عز وجل زوجة لخاتم أنبيائه وإمام رسله في الدنيا والآخرة. وقد ورد في فضلها رضي الله عنها أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقرئها السلام من ربها. ودي من دلائل فضل خديجة على عائشة، أن عائشة قال: هذا جبريل يقرئك السلام، ولكن هنا السلام من الله عز وجل، أقرئها السلام من ربها، وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقال أنها حازت قصب السبق في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤها قصب في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي الحديث كذلك فضل ورقة بن نوفل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته في هيئة حسنة، لأنه أعلن إيمانه يعني وتمنى أن يكون قويا، يعني إذا يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والدعوة أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينشب أن توفي. فبعض الناس يعتبرونه صحابيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال حافظ: وفي هذه القصة من فوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصحه وصحة رأيه. في الحديث بيان سنة من سنن الأمم مع من يدعوهم إلى الله عز وجل، وهي التكذيب والإخراج، كما قال تعالى في قصة يعني لوط: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وآل لوط طبعا معهم يعني ما هم لوط، يعني هم أرادوا أن يخرجوهم، وده يدل على انتكاس فطرتهم، ان هم كأن ليس لهم ذنب الا انهم يحبون التطهر والنظافة، والاخرون يعني ليسوا كذلك يعني. وكما قال قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قوله: فطر الوحي. قال صفير الرحمن مبارك فوري: أما مدة فترة الوحي أو فطور الوحي، فروى ابن مسعود عن ابن عباس، هو مكتوب ابن سعود يعني في طبعة تانية فيه كده ولا ابن سعد، في خطأ مطبع هنا، ابن سعد عن ابن عباس، ابن سعد في الطبقات يعني. فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة 3 سنين أو 2.5 سنين فلا يصح بحال، وليس هذا موضع التفصيل في رده. وقد بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. قال الحافظ: وفطور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان
وكان ذاك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجداه من الروع وليحصل له التشوق إلى العود، اشتاق إلى الوحي وإلى جبريل. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ويحدث عن فضلة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. فالأولى كانت النبوة، هذه الرسالة، فحمي الوحي وتتابع. وفي طبعا قصة نزول سورة الضحى لما قالت له أم جميل، لما فطر الوحي قالت أم جميل وهي أم قبيح يعني امرأة أبي لهب، قالت إن صاحبه قد قلاه، قلاه يعني كرهه وتركه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى. والصورة كلها يعني تدل على حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يمكن أن يقول ذلك بلا قسم، كان نزل ما ودعك ربك وما قلى، لكن قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والوداع دائما يكون بين الأحباب يعني، ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى، يعني تشريف الله عز وجل لنبيه في الآخرة أفضل أكثر من تشريفه له في الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال الأستاذ عبد الوهاب حمودة ليس بعجيب أن يزداد شوق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مناجاة ربه بعد أن تذوقها واصطدأت روحه ببصيص الأنوار القدسية وتملى بها، فإن من ذاق عرف ومن حرم انحرف. وإن لله من وراء تلك الفترة يعني فطور الوحي وذلك الاحتباس سر المربي القادر والمؤدب الحكيم العليم بالنفوس وبواطنها الخبير بالقلوب وتقلباتها، فإنه لما حصلت للرسول صلوات الله عليه روعة عند نزول الملك عليه أولا وأخذته من الرجفة ما أخذته وظن نفسه هالكا، فمن الحكمة الإلهية أن يترك بعد الدرس الأول حتى يهدأ روعه ويطمئن فؤاده وينسى ذلك الرعب ويتبدد عنه ذلك الخوف فيتذكر لذة ذلك اللقاء وتتذوق روحه نشوة تلك المقابلة فيقوى قلبه ويثبت فؤاده ويتهيأ لقبول الرسالة ويستعد لتلقي القول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم أراد الله أن يمنحه ما كان في شوق إليه وأن يؤتيه ما كانت تتوق نفسه إليه من ذلك الأنس الرحمني والكشف الإلهي والوحي الرباني، فكان لصدره يعني فرجا من ذلك الضيق ولنفسه فرجا من تلك الساعة الحرجة، فحمي الوحي وتتابع. يعني بعد فطور الوحي إيه؟ تتابع الوحي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.